بارك الله فيكم. هذه رسالة وصلت من أختكم في الله جيم جيم، تقول في السؤال الأول بأنها فتاة محجبة وتحمد الله على ذلك وتقوم ببعض الأعمال الصالحة ما استطاعت، ولكن دائما تقول أشعر بوسواس في صلاتي وأعمالي كلها وفي كل مكان، وكل ما حاولت أن أبتعد عن هذا الوسواس رجع إلي، فهل علي إثم بذلك؟ وأرجو أن توجهوني بشيء يبعدني عن هذه الوساوس. الوسواس لا يؤاخذ عليه الإنسان أنه بغير اختياره، ولكن عليه أن يفعل الأسباب التي تدفع عنه هذا الوسواس، ومنها الإكثار من ذكر الله والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، الإكثار من ذلك، وأيضا عدم الالتفات لهذا الوسواس وعدم التأثر به، وأن الإنسان يرفضه رفضا تاما ولا يهتم به. هذه الأسباب بإذن الله تكون سببا لزواله. أما الإثم فإنه لا يأثم الإنسان على هذه الوساوس لأنها بغير اختياره. نعم.